احذروا برودة القدمين، فقد يكون سببها نقص أحد أهم المعادن في جسم الإنسان. إذا كنتم تعانون من برودة القدمين، لا تنسوا اليود، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو الدسم. تعزى برودة القدمين إلى أسباب كثيرة، يعد نقص اليود أحدها بالتأكيد. سأحدثكم أكثر عن نقص اليود وعما يترتب عليه من أعراض لنلتفت إلى أهميته القصوى. أولاً، بطء معدل الاستقلاب، أي بطء عمليات الحرق، وذلك لضرورة اليود في عملية حرق الدهون، أي عملية الاستقلاب، وذلك لضرورة اليود في عملية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. أما نقصه فيسبب تعطل عمل الغدة، فالغدة الدرقية هي التي تزود بالطاقة جميع مصانع الطاقة في الجسم، لذا يسبب نقص اليود بطء الاستقلاب وبالتالي الشعور بالتعب. نقص اليود يؤدي إلى الضعف العام والكسل المستمر. نقص اليود يؤدي إلى تساقط الشعر، إذ يمكن أن نرى تساقط الشعر خاصة بعد عملية التمشيط. يمكن أن يؤدي نقص هذا المعدن الهام إلى جفاف في الجلد. انظر إلى يديك، إذا كنت تشعر أن هناك حالة من الجفاف فينبغي عليك أن تنتبه. كما أن نقص اليود يؤدي إلى تكرار نزلات البرد والإنفلونزا، كما يؤدي نقص هذا المعدن إلى صعوبات التعلم، فقد تعزى تلك الصعوبات إلى نقص اليود وخصوصا لدى الأطفال. كما يرتبط نقص اليود بتراجع نسبة الذكاء لدى الطفل، وذلك لنقصه عند الأم الحامل. الأمر دقيق للغاية، فقد ترتبط القدرات العقلية عند الطفل ارتباطا وثيقا باليود، ومن هنا تكمن أهمية وفرته بشكل كاف عند الأم الحامل وفي الأنظمة الغذائية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، كيف يمكن أن نحصل على اليود؟ المشكلة أن الحصول عليه من الغذاء صعب بعض الشيء، وذلك لاستنزافه من التربة، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة البحرية أو طحالب عشب البحر، أو تناول مكمل اليود أو مكمل المعادن النادرة بعد استشارة طبيب تغذية علاجية، وهذا ضروري جدا، وإلا فلا يمكن الحصول على نسبة كافية منه. يسبب نقص اليود صعوبات في التعلم لدى الأطفال، وهذا ما يجب أن ينتبه له أولياء الأمور، فيعد اليود مسؤولاً عن أمور كثيرة في الواقع، وأحد هذه الأمور أيضاً دوره في ضبط مستويات الأستروجين العالية. وفي حالات هيمنة الأستروجين يساعد اليود على تنظيم مستوياته، ولهذا يعد اليود مفيداً لتكيسات المبايض أو الداء الكيسي الليفي في الثدي، أو عند فرط مستوى الأستروجين لدى النساء، فإن اليود يساهم في ضبط مستوياته بشكل رائع. للعلم، تحدثت بعض الدراسات أن هناك 1572 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر نقص اليود. وأهمية اليود لا تنحصر بالغدة الدرقية، ولكنها تشمل الكثير من الأمور الأخرى. أما الآن سننتقل للحديث عن أحد المصادر الجيدة لليود، وهو طحلب الكلب. فما الذي يميزه؟ أولاً، غناه باليود، فهو مصدر جيد من النبات ويحتوي على عناصر أخرى أيضاً، فهو غني بالمنغنيز أحد المعادن النادرة والمهمة، كما يحوي نسبة عالية من الحديد الذي يعد نقصه شائعاً أيضاً عند الأطفال، ويحوي كميات عالية من الزنك والسيلينيوم، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وعنصر الكالسيوم، ويحتوي على عدد رائع من المعادن النادرة، وهو مفيد لضبط سكر الدم،
ويحوي أحد المواد الكيميائية الطبيعية الذي يتمتع بخصائص مضادة للسرطان. يحوي ذلك الطحلب على أصباغ تحتوي على مواد رائعة لصحة الإنسان، تساعد في حرق الدهون وخسارة الوزن والتخلص من الوزن الزائد. ويحتوي على حمض الألجانيك، وهو أحد أنواع الألياف الذي يتمتع بالقدرة على تثبيط امتصاص بعض الدهون، وهذا ما يساعد على خسارة الوزن. إلا أن ذلك الطحلب ليس هو سر خسارة الوزن لمن يتبعون حمية. وبالعودة إلى الحديث عن برودة القدمين، فإن محاولة اللجوء إلى ذلك الطحلب لحل المشكلة الكبيرة ينبغي أن تكون بوعي، إذ لا تتطلب كمية كبيرة منه، بل كبسولة واحدة من ذلك الطحلب في الصباح الباكر لا قبل الذهاب إلى النوم، وفق ما يؤكد الدكتور إيريك بيرغ، فإن تناوله في هذا الوقت يعزز حالة الصحو ويمنح الطاقة. عليكم بتناوله لمدة أسبوعين أو ثلاثة، لأنه يتطلب بعض الوقت ليمنح مفعولاً. وإذا كان السبب نقص اليود فلابد أن تشعروا ببعض هذه الأعراض التي ذكرناها في البداية، وقد يكون هذا الطحلب هو ما سيمنحكم الدفء. ولمن يسأل عن هذا الطحلب، فهذه الطحالب البحرية هي نوع من الطحالب ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، والتي تنمو في مياه البحر ذات درجات الحرارة المنخفضة، وفي الغالب تتم زراعتها في المياه الساحلية. وتصنف الصين من أول الدول في هذا العالم من حيث إنتاج هذا النوع من الطحالب، وهو غني بالعناصر الزهيدة، ويحتوي على كمية من مركبات الفينول وعدد كبير من عوامل تنظيم النمو وعشرات من العناصر الغذائية خاصة اليود، علاوة عن الفيتامينات. فالمغذيات الفعالة المتوفرة في هذا الطحلب يمكنها إصلاح الضرر في الخلايا وتحسين انتقال التغذية وحل مشاكل الإصفرار والذبول، وهو نظام دفاعي للنمو النشط، ويصلح الضرر الناتج عن الاستخدام المفرط للأسمدة والتسميد غير المناسب واستخدام المبيدات والمناخ القاسي. يمكنكم شراؤه من بعض الصيدليات الطبيعية الموثوقة وتناوله من خلال استشارة طبيب تغذية علاجية. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.